السلام عليكم، معك بوسويف يوسف. لهذه الوقفة الاحتجاجية ديال المتضررين من واحد التجزئة اللي اعتبرها تجزئة مشؤومة، تجزئة ملغومة. انا من المتضررين ديال هذه التجزئة اللي شريت فيها في 2015. جيت لقيت واحد مكتب للبيع في طريق اللي هي وطنية، طريق على الشارع العام لواحد فواحد الموقع اللي صراحة يغري. بان لي مكتب للبيع مبني بواحد الطريقة جيدة، من بعد كنتفاجئ ان المكتب غير مرخص له. كيفاش تم الترخيص له؟ فهذا كثير فيه من الحديث. تم من بعد تقريبا 2015 2016 2017 كنعرف راسي بان تعرضت لعمليه نصب. يعني عامين هو هذا المكتب قائم كيبيع؟ المكتب كيبيع من 2015 تقريبا حتى 2018، لولا التدخل ديالنا احنا الحمد لله، التدخل ديال الاخوان، ودرنا واحد الوقفه تما، لكان غادي يكون واحد النزيف ديال عمليات نصب على 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 الساكنه ديال مدينه اسافي. حنا تقريبا الان حاليا راه كاين اكثر من 200 متضرر. كاين اللي دافع 50 مليون، كاين اللي دافع الاصل قليل فينا دافع 7 تقريبا، واحد 8 المليار اللي مشات لينا في هذه التجزئه المشؤومه. راه من العيب والعار اننا نشوفوا مشكل، انا اعتبره مشكل رقم واحد هنا في المدينه. راه مشكل وصمه عار على المسؤولين ديال المدينه. كيف يعقل ان تجزئه مليئه بالرهونات، مليئه بالحجوزات، هناك مشكل قضائي بين الورثه اللي هم سعوديين، وتجي انت مكتب ديال المجلس البلدي في 2015 قبل الولايه ديالهم بثلاث ايام يتم الترخيص باستثناء استئناف ديال الاشغال، مع العلم انكم راه انتم عارفين بان هاد الارض راه متقاله بالرهون وعامره بالمشاكل. كيف يعقل انك تبغي هذا لولاد مدينتك؟ كيف يعقل انكم انتم كمسؤولين؟ والغريب في الامر يا اخي اننا كنشوفوا هذوك المسؤولين اللي كانوا في التسيير ديال الشعب المحلي، الان حاليا راهم كاينين في التسيير المحلي ديال المدينه دابا وديال الجهه. راه من العيب والعار، راه من العيب والعار. نحن تعرضنا لاكبر عمليه نصب هنا في المدينه. من طرف شكون؟ من طرف غادي نقول اسمي الارض كانت ديال شركاء سعوديين، وكانت واحد الشركه سميتها الحره، كان كيترأسها يوسف حلوي، حاليا هو راه معتقل، وحنا ناشد انه باش انه يعتقل كذلك على 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 قبل القضيه ديالنا. راه الان هو في السجن على قبل شيكات ديال الدار البيضاء. هذا السيد يوسف حلوي هو النهار الاول اللي سمعنا هو لو جيرون ديال لا سوسيتي الحره. هذه الحره قبل جينا لقينا واحد الشركه اللي هي كاينه قائمه بالذات ديالها، هو مغربي وعنده شراكه مع مولي الارض اللي هما السعوديين، عنده واحد الشراكه. هاد الشراكه هادي خولات لهاد السيد باش انه يبيع، ولكن بمباركه ديال الناس ديال المسؤولين هنايا. كيف يعقل انك ترخص ليه وتخليه يستأنف الاشغال؟ وكيفاش هاد الاشغال دايره؟ كامي يرموك كيدروا في التراب، كيبان لك التراب كيطلع، لولا التدخل ديالنا كانت تكون عمليه نصب كبيره جدا. حاليا
حنا راه كاين مشكل سمعنا ان السيد عامل الاقليم راه تدخل مع 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 الورثه السعوديين. كاين واحد جوج ورثه اللي حاليا باغيين يبيعوا وبيفكوا المشكل، لكن هناك ورثه اخرين اللي مفرقين في العالم اللي ما كيقول لك ما بدك سوي، حنا ما سوقناش في هذا الشيء، عندهم فلوس كثيره ما مسوقينش. لهذا وناسي السيد العامل باش ينزل بالثقل ديالو ويستدعي هاد الناس، كذلك اناشد السيد رئيس مجلس بلدي كموش بانه يراسل هاد الناس هادو على قبل لا تي ام بي باش يادوا لا تي ام بي باش يجيو هاد الناس يجلسوا معاهم اطابل. اناشد الناس مسؤولين، شكون هالناشد انا؟ الا ما ناشد الناس مسؤولين، لما ناشد السيد العامل، لما ناشد السيد الرئيس، لما ناشد ناس السيد وزير الداخليه بانه يتدخل في هذا المشكل باش يحل المشكل، ما ننسى نناشد. نحن في دولة الحق والقانون، نحن في دولة يحكمها دستور. من هنا كنقول لكم بأننا رحنا أكثر من 200 واحد اللي تعرضنا لعملية نصب، وحنا راه ما غنتفاكوش على هذا المشكل ديالنا، فلوسنا راه ما غنتفاكوش عليها، راه كما قلت لكم قبل وغادي نبقى نقولها، راه فلوسنا غادي نخلو ما نعرفوا فين نمشيو فيها. خاصكم تعرفوا حاليا بان خاصكم تعرفوا حاليا راه الناس هنا معنا، الناس اللي ماتت والناس اللي دارت عمليات ديال القلب بالملايين، والناس اللي عندها السكر، الناس اللي طلقت. وناشد السيد وزير الداخليه ان يضرب بقوه على الناس، على 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 على, على مافيا العقار اللي نبتت في المدينه. راه نبتوا، راه دائما كنقول نبتوا بحال الفطر، ما ترحموهمش، ما تتساهلوش معاهم. كذلك اناشد الاب الحنون سيدي جلاله الملك نصره الله ان يتدخل، وانا اعرف انه ما غاديرش يرضى لينا وما يرضاش الرعايه ديالو هذا المشكل، اكيد غادي يعرف المشكل وغادي يتدخل باذن الله وغادي يحل لنا هذا المشكل اللي اعتبره رقم واحد. والسلام عليكم ورحمه الله. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.